طبعا مساكم احبتي المشاهدين، انا ما كنتم واهلا بكم في حلقه او في حلقتنا الاولى من شباب التغيير لهذا اليوم. هذا البرنامج سيكون موجه الى شريحه مهمه جدا في المجتمع العراقي ومهمه جدا في كل الدول، الا وهي الشباب. سوف نطرح فيها مشاكل الشباب، هموم الشباب، تطلعات الشباب واحلام الشباب، وما هي المعوقات التي تقف في طريق تحقيق الأحلام وتحقيق ما يريدون له أن يحققوه في حياتهم وأحلامهم، سواء في الحياة الاجتماعية، سواء في حياتهم العملية أو العلمية. وبالتالي إن شاء الله سيكون هذا البرنامج صوتكم، وأيضا هذا برنامج منبركم أنتم الشباب، هذه الشريحة المهمة التي أخاطبها اليوم وأنا منها بالتأكيد. لكن بداية أصدقاء الشباب، معكم نبدأ الحكاية ومعكم نسرد تفاصيلها، وبكم ومنكم نستلهم الأفكار ونكتسب الشجاعة. في أول حلقات شباب التغيير نطل عليكم لنكون صوتكم وسندكم. فبالشباب نهضت الأمم، وبالشباب تطورت الدول. فكيف في بلد كان مهدا للحضارات وأول من علم الناس استخدام القلم وكتب تاريخا مشرفا وتسلح بالعلم ومنه انطلق كل ما نذكره معروف ومعلوم وتشهد إلى جميع الشعوب. لكن ما هو مستغرب كيف لهكذا بلد أن ينسلخ ويبتعد عن تاريخه وماضيه التليد ليكون اليوم نظامه التعليمي يعاني كثيرا؟ فبالعلم تطورت الشعوب، وبالعلم نهضت الأمم، فأين العراق الحالي من كل هذا؟ طاقات ضائعة ومواهب مدفونة وأحلام قتلت بسبب سوء الإدارة والفساد وغياب الاستراتيجيات التعليمية والحروب والكثير من المشاكل. التعليم يأتي اليوم في أسفل سلم الأولويات بالنسبة للدولة، ونسمع وتسمعون تصريحات العديد من المسؤولين السابقين أن الميزانية دائما لا تكفي والتخصيص المالي قليل، ومع ذلك حسب الأرقام هناك مليارات صرفت على هذا الجانب المهم وهو مجال التعليم. والنتيجة شنو؟ مدارس طينية وبنى تحتية محطمة ومناهج متلكئة وبيئة تعليمية ملوثة وأمية منتشرة. وما يثير الاستغراب، وعلى قولة المثل شر البلية ما يضحك، أن العديد من تصريحات خرجت في الفترات السابقة وعلى مدار 15 سنة سابقة، الجميع يتحدث فيها عن إنجازات كبيرة في مجال التعليم، ولكن الحقيقة هذه الإنجازات باتت وهمية وتأكدت أنها وهمية بحسب الإحصاءات والأرقام. وهذه الإنجازات حسب ما يقولون أودت بالتعليم على قولة أخوتنا المصريين في 60 دهية. إذن محورنا لهذا اليوم هو عن التعليم، نتحاور ونظهر لكم حقائق ونسمع منكم ونعرض همومكم ومشاكلكم، وأيضا ستفتح الاتصالات في آخر ثلث ساعة من البرنامج لسماع ما تقولون والهموم وتطرحوها مثل ما هي ونكون نحن الصوت. إذن مشاهدينا الكرام، قبل البداية بالحوار دعونا نضع النقاط على الحروف بالنسبة للأرقام، الأرقام الرسمية من أجهزة رسمية من منظمات عالمية، حقائق وأرقام عن التعليم في العراق. دعونا نستعرضها سوية ومن ثم ننتقل لاحقا إلى النقاش، ويكون هو هذا مدخلنا ومحورنا. خلونا نشوف. طبعا مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، حقائق وأرقام عن التعليم في العراق. بداية أبدأ مع هذا المؤشر المهم والخطير، وهو مؤشر عالمي حسب مؤتمر دافوس أو مؤشر دافوس العالمي. يقول في هذا المؤتمر أو المؤشر: العراق اعتبر دولة غير مصنفة لعدم توفر أبسط معايير الجودة في التعليم لعام 2019، مؤشر دافوس العالمي. أي العراق غير مصنف حسب جودة التعليم على مستوى العالم، لم يدخل أصلا في التصنيف، وهذه كارثة، وهذه يعني صعبة جدا أن العراق هذا البلد الذي كان رائدا في التعليم أن يخرج من مؤشر دافوس العالم. أيضا حقيقة أخرى، نسبة الأمية بين الشباب للفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغت 8.3% من نسبة الشباب. هذا طبعا حسب جهاز الإحصاء المركزي الرسمي التابع لوزارة التخطيط، أي أنه رسمي. وأيضا هذه مشكلة كبيرة اليوم تعترض العراق وحكومته الجديدة في كيفية انتشال الشباب من هذا الوضع. أنتقل إلى معلومة أخرى، نسبة الشباب من الفئة العمرية من 15 سنة إلى 29 سنة من الملتحقين فعليا
بالتعليم بلغت فقط 32.5%. طبعا أيضا هذه من الجهاز المركزي للإحصاء التابع إلى وزارة التخطيط. وأيضا عندما نقول 32% التحاق فعلي، أي هناك نسبة مفقودة تقارب 68%. أين هؤلاء الشباب؟ هؤلاء هم من التحقوا فعليا في مدارسهم، في جامعاتهم وإلى آخره. هذه النسبة خطيرة جدا اليوم يعاني منها العراق، في فئة تعتبر هي من ستقود العراق في المرحلة المقبلة، وهم الأجيال التي ستأخذ الراية. أنتقل إلى يعني أيضا حقيقة أخرى، 6 ملايين لا يجيدون القراءة والكتابة من أصل 37 مليون عراقي. هذا رقم يمثل نسبة كبيرة من المجتمع حسب Human Rights Watch المنظمة العالمية المعروفة، وأيضا هناك إحصاءات غير رسمية من منظمات مجتمع مدني عراقية تؤكد هذه الأرقام. بل الحقائق الغير رسمية أو التقارير الغير رسمية تذهب إلى أرقام أعلى من هذا، لكن نحن هنا دائما نحاول أن نكون دقيقين ونعرض الأمور الرسمية أو من منظمات لها وزنها وثقلها حول العالم مثل منظمة Human Rights Watch. 6 ملايين شخص لا يقرأ ولا يكتب. وهناك أيضا تقارير أخرى تقول أن هناك 300 ألف موظف في وزارة الداخلية فقط من المنتسبين للقوات الأمنية أيضا لا يجيدون القراءة والكتابة. وهذه مشكلة كبيرة اليوم يعاني منها المجتمع والشباب على وجه الخصوص. أنتقل إلى حقيقة أخرى، متوسط سنوات التعليم في العراق 6.6%، دليل التنمية البشرية لعام 2017. أيضا هذه نسبة خطيرة، هذه نسبة تنذر بالخطر. فمعدل المنطقة، خلينا نقول نحن عايشين بيها المنطقة المجاورة للعراق، كلها أكثر من عندها. الأردن مثلا حسب ما أذكر 10 سنوات معدل التعليم. أنتقل إلى أيضا حقيقة أخرى بحسب إحصاءات من وزارة التربية، انخفاض في معدلات الالتحاق في مرحلتي التعليم المتوسط والإعدادي. هذه المرحلة المهمة التي هي تعتبر انتقالية بالنسبة، انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. هذه المرحلة اليوم إحنا نعاني من قلة في الالتحاق للمدارس والإعداديات. فهذا اليوم هذا الكلام هذا كلام خطير، هذا من وزارة التربية، تقارير رسمية لوزارة التربية اللي هي مسؤولة عن هذه الفئة وغيرها. كيف راح نعالجها؟ اليوم راح نحاول إن شاء الله نجد حلول ونعرض ونستفسر من المسؤول عن هذا الأمر. أنتقل إلى حقيقة أخرى، الحقيقة الأخرى مثل ما تشوفون مشاهدينا الأعزاء، وجود أكثر من 20 ألف شهادة مزورة. 20 ألف شهادة مزورة، رقم مهول، بعضها لمسؤولين وأعضاء برلمان بحسب تقارير رسمية. هذا الموضوع تزوير في التعليم وتزوير الشهادات وضع سهولة للبعض أن ينتقص من دور التعليم، يقول لك أنا ما أدرس ما ألتحق، أروح أطلع شهادة مزورة وتمشي الأمور. وهذا يؤثر بالتأكيد، لأن هذا ممكن راح يلزم مناصب مهمة، راح يمسك مسؤوليات مهمة، فكيف أنه هو مزور شهادته ويمسك هكذا مناصب. طبعا هذه كانت أهم الحقائق، طبعا هناك حقائق أخرى لكن احنا أخذنا جزء من عدها وممكن نعرض أيضا من خلال نقاشنا نعرضها لكم إن شاء الله تباعا. طيب اليوم أيضا احنا أجرينا عدسة قناة التغيير، كانت متواجدة في المحافظات العراقية وأجرت أيضا العديد من اللقاءات مع هذه الفئة، فئة الشباب، وتحدثوا عن مشاكلهم وهمومهم في هذا الجانب. دعونا نشاهد سوية. طبعا الأسباب تعددت اليوم بالمجتمع العراقي، الطالب أصبح يواجه عدة أسباب وتعيق بطريقة دراسية. مثلا الكهرباء عندنا جدا ضعيفة، يعني تجي مثلا ساعتين أو ساعة وتطلع تروح 5 ساعات 6 ساعات، هاي واحدة من الأسباب. السبب الثانية الدورات هسه حاليا اللي موجودة تنفتح للطلاب، الطالب من مستوى تعليمي يعني نختار حبيب بنسبة 70% أو 60%،
او ودخله المادي ضعيف جدا او متوسط، ما يقدر يدخل دوره، والدورات ما شاء الله صارت اليوم ب 600,000 وتوصل لحدود 1,000,000. الطالب اذا دخله ضعيف يعني وين يروح؟ لا موجوده مثلا دورات مجانيه يكون التعليم بها بصوره صحيحه حتى الطالب يرفع من مستواه التعليمي، حتى من يدخل الامتحانات البكالوريوس يكون جوابه صحيح. الكهرباء والدورات ما شاء الله مقارنه بالطلاب اللي دخلهم المادي عالي جدا، معدلاتهم الدراسيه عاليه جدا من التسعين والثمانينات حيل عاليه. واحنا اليوم بمجتمع يعني مجتمع خاصه مجتمع كربلاء هواي مشاكل مواجهه الطالب، اكو حالات تصير مثلا حالات التزوير، هاي يعني بحث اخر يعني مشكله جدا كبيره. طالب يتعب ويتعلم خلال خاصه طلاب الصفوف المنتهيه يعني خلال دراسه سنه كامله من حر يواجه مشاكل، يواجه يتعب ويدرس ويتعلم وسهر الليل والحر اللي كانت له، ويجي يدخل الامتحان ويجاوب جواب منطقي جواب صحيح يعني يستحق الدرجه اللي تناسبه، يجي مثلا درجته مصفره اللي درجته اقل من المستوى. اضافه الى انه تصحيح الدفاتر يعني خلي يكون اكو تدقيق، خلي تكون اللجان تعرف الحق حتى تعطي للطالب الحق الصحيح باجابته الصحيحه. نتمنى من التعليم وزاره التعليم وزاره التربيه تدقق بهيك مواضيع، ان تكون واقفه بجنب الطالب بكل شيء. يجب ان تتوفر الكهرباء لهم، تتوفر هواي وسائل، وخصوصا اكو بعد مشاكل كثيره منها المستلزمات الدراسيه. حاليا احنا مناهجنا سنه عن سنه دا تتغير، الطالب يعني مثلا الراسب مثلا سنه بصفه يجي السنه الثانيه تغير عليه المنهج. الامور اللي تعيق الطالب ويعاني من عندها اكثر الطلاب هي يعني ابسط الاشياء، يعني اليوم كل صف تشاهد به يعني اقل صف تشوف الطلاب يعني 50 الى 60 70 طالب. اريد اعرف شلون يعني المعلومه راح يستوعبها الطالب؟ ما راح يستوعبها بصوره صحيحه. يعني المفروض من الدولة يعني تبني مدارس، الكادر التدريسي اليوم أغلب المدرسين يعني من يجي ويشوف هل قد عدد من الطلاب في 60-70 طالب يعني حتى واهس ما يصير له، يعني ما يركز إنه أقل يعني طلاب المفروض يكونون بالصف يعني فد 25-30 طالب بالزايد، يعني ماكو هيك عدد. يعني هسه أنا أريد أصير مدرس، يعني إذا أوقف وأدرس في 70 طالب يعني إذا واحد حكى مني انا بعد ما ركز اذا انا اصير مدرس، ايش حال انه هو مدرس وامكانيه. فنطالب من الدوله بناء المدارس وتعيين اللي المحاضرين المجانيين، يعني اليوم المحاضر المجاني انت جايبه ودي حاضر مجانا، خو عينه بدل ما انت دي حاضر لك مجانا عينه على مود شويه تستفاد من عده، ابني مدارس على مود يستفاد من عده الطلاب. يعني اليوم اغلب الطلاب دا تشوفهم يروح دورات ينطي من جيبه فد 300-400,000 حتى يكمل دراسته. اليوم الطالب العراقي مظلوم جدا. يعني اول مشكله حابه اطرحها انه شفت مشكله انه بعض الطلاب يعني جاي تطلع معدلاتهم فوق ال 99%، وجاي يصادرون معدلاتهم وودوهم لغير طلاب يعني يصادرون جهودهم. يعني اغلب الشكاوى جت هيجي، ذاك اليوم طالبه معدلها تقريبا 100 ها اخذوا درجتها واضطهر غير شخص، هاي اول شيء. ثاني شيء طبعا اليوم الكادر التدريسي المهم، يعني يقول لك الامام علي يقول لك التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني يوم يعني الابتدائيه هي اساس الطالب لان هي راح تسوي له الاساس. ها يعني اذا انت تجيب 40 طالب و50 طالب وتجيب مدرس ما يشرح الماده صحيح او ما يطي الماده ويقدمها ويدير وجهه، ما يعرف شنو الطالب، يتعلم الطالب، واغلبيه يعني اغلبيه الاجيال جاي يطلعون لا يعرفون يقرون ولا يكتبون، يوصلون للاول متوسط او تلقاه بالسادس اعدادي وما يعرف يقرا ويكتب. فهذا الخلل مين يعني احب اوجه الى وزير التربيه هذا الموضوع، يعني يحاول يتابع هذا الموضوع. يعني هاي عينه من شبابنا العراقي يتحدثون بها بمختلف المشاكل، مشاكل على البيئه،
مشاكل بالبنى التحتية، مشاكل بطرق التدريس، مشاكل حتى يعني مثل الاعتراف على نفسهم هم شباب بيناتهم يقول يوصل للسادس إعدادي وما يعرف يقرأ ويكتب، أيضا هذا مشكلة، يعني شلون ده يوصل للسادس وما يعرف يقرأ ويكتب. لذلك اليوم هذا كله يعني هاي المعلومات وهذه الأرقام وهذه الآراء هي من تحدد مستقبل البلد في الفترة المقبلة في حال معالجتها من عدمه، معالجة هكذا حالات. قد يكون أحيانا الكلام ليس دقيقا، قد تكون هناك معلومات مغلوطة، لكن ليس بالضرورة كل المعلومات مغلوطة. لكن اليوم في أكو واقع موجود، المجتمع العراقي حس به أن هناك مشكلة كبيرة في التعليم. هذه الفئة اللي احنا نناقشها اليوم، مرحلة الشباب اللي تبدي من 15 سنة تقريبا ل 45، هذه الفئة هي من ستتحمل المسؤوليات في المستقبل. فكيف إذا كان غير متعلم بصورة جيدة، لم يتخرج بصورة جيدة، أو كان يعاني من الأمية، كيف ممكن نبني بلد ونبني مجتمع صالح؟ مشاهدينا الكرام، سينضم معي بعد قليل إن شاء الله السيد فلاح القيسي مدير عام تربية الرصافة الأولى، بعد قليل إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. بالصدفة يكون الإنسان هكذا معطاء وناجح ومصر على السعادة والابتسامة بنص الألم. أنا أحس هذا ظلم، ظلم كبير للمرأة. ملكة جمال العراق لعام 1961. نحتاج أن نكون حاسمين سريعين في رد الفعل. إلى اليوم لا توجد خطة واضحة. أحسن مؤسسة بيها الحوكمة بالعراق كانت الجيش العراقي. بعض الأمور سرية بحتة. فشلون نوصل لهؤلاء النساء؟ أي واحد يعني ناشدني مستحيل أرده. ماكو دعم، سوق ما موجودة للفنانين. فمعناه راح يكونون أساتذة مستقبل، فمعناه راح نخرب أجيال. لو نغلق بعض الكليات إحنا راح نصير دولة عشائريا لهاي العائلة. الحرية مو إنه نطلع ونروح نجي، الحرية إنه نفكر. تحطين النقاط على الحروف في ثانية. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد بعد هذا الفاصل القصير. الآن ينضم معي السيد فلاح القيسي مدير عام تربية الرصافة الأولى. أرحب بك سيدي فلاح، وأهلا وسهلا بك، وشكرا لك لتربية دعوة شباب التغيير. أهلا وسهلا بك، شكرا لأستاذ نور، وشكرا لكل مشاهدي قناة التغيير، وأيضا أنا أحيي كل الشباب. أهلا وسهلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى أنه إن شاء الله تتحقق كل أمنياتهم وأن يفرج عن كل المحاضرين وتطلق الدرجات، وأيضا إطلاق المشاريع الصغيرة للشباب حتى يعني يشوفون مستقبلهم، وخصوصا يعني إحنا نشاهد الكثير من الشباب فقدوا الأمل يمكن من كل الحكومات المتعاقبة. نعم، لكن أملنا، تدري العراقيين أول شيء أملنا بالله سبحانه وتعالى. نعم، والجانب الآخر أملنا كبير بالحكومة الجديدة ومجلس النواب العراقي بإطلاق درجات التعيينات والمحاضرين، وأيضا إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، وخصوصا التقرير اللي أنا شفته يعني بالحقيقة تقرير يعني مؤلم. نعم، يعني على واقعنا. وبالتأكيد يعني وزارة التربية هي حال بقية الوزارات، يعني ولا وزارة منذ 2003. نعم، لحد هذه الحالة نقدر ما نقول ما بيها مشاكل. كل الوزارات ابتداء من الكهرباء، ابتداء بالخدمات بالبلديات بالصحة في قطاع التعليم العالي، كل هذه تعاني. الوزارات طيب يعني تكاد لعدم، كلها تعاني ولعدم الاستقرار، احنا نعرف كلتنا كعراقيين. نعم طيب، لعدم استقرار الوضع السياسي وعدم. نعم، تفاهم الكتل. نعم اكيد، يعني هو الوضع السياسي نحن مدركين والجميع يدرك ان الوضع السياسي في البلد دائما ما يؤثر على كل شيء في 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 المجتمع وفي في مستقبل البلد والى اخره. لكن اليوم خليني ابدا وياك، وانت مدير عام في التربيه، اليوم الكثير من الكلام حول وزاره التربيه منها المناهج، أريد أبدي بهاي النقطة المهمة. المناهج هي الأساس في تخريج طلاب على مستوى عالي. هذه المناهج عانت الكثير في الفترة الماضية، تغيير مستمر للمناهج، البعض وصفها بالصعبة والبعض وصفها أنه هي بعيدة كل البعد عن التطور الحاصل وطرق التدريس في العالم. اليوم وزارة التربية وأنت مدير عام في التربية،
كيف تجد المناهج اليوم؟ وهل هي تلبي طموح أم هناك خطة لدى الوزارة ومن ضمنها إلى كل دوائر التربية بحيث أنه تنهضون نهضة جديدة بهذه المناهج؟ شكراً أستاذ نور عيني. يعني بالتأكيد هي صعبة. نعم. عفواً. بالتأكيد صعبة للي ما يقرأ. نعم. يعني نحكيها بكل صراحة. أي واحد ما يقرأ وما يتابع المدرس مالته. نعم. بالتأكيد راح تكون عليه صعبة. نعم. ولو تجي تقارن ما بين مناهجنا بالسبعينات والثمانينات وحضرتك أنت ما ملحق عليها يمكن أسأل الأكبر يعني إحنا الأكبر من عندهم أيضاً. نعم. يعني كتاب الحيوان وكتاب النبات والإنجليزي اللي كان 4 كتب لكن إحنا كنا عوائل بثمانية بالتسعة ننام كنا نحضر واجباتنا على اليوم الثاني. إيش قيد من العراقيين أنا من خلال قناتكم الكريمة إيش قيد من العراقيين ينامون بالعشرة؟ أتحداك هسه سوي لي إحصائية سواء كان بالقرية أو بالريف أو بالمدينة أو مركز المدينة ينامون بالعشرة بالليل. الظروف اختلفت، مناهجنا مقاربة لمناهج الوطن العربي، ايضا هي مصنفه ضمن المناهج يعني كتقييمات جيده بالنسبه لمنظمه اليونسكو ومنظمه اليونيسيف والمنظمات. لكن استاذ فلاح انا اتحدث انه التغيير المستمر في السنوات الاخيره. اذا تسمح لي. نعم تفضل استاذ نور. بس اذا تسمح لي حبيبي يعني حتى نوضح الصوره الاخيره واحنا نعم. احنا في نقاش ما بيها كل شيء. تفضل. والدليل يعني انا اقول لك الدليل عندنا العشرات راح اخليك تلتقي بهم من الطلاب ها نعم. اللي هم لا عندهم دروس خصوصيه ولا شعروا المنهج صعب ولا قالوا المدرسين من عندهم والدليل ابن ذي قار. نعم. انت شفت الحالة اللي نقلوها. نعم. في مكان حاط صبورة هاي ترى احنا كنا هيج احنا كملنا الدكتوراه وكملنا واجتهدنا وقرينا. نعم. طلعنا مثل هذا الطالب هذا مستقبله زاهر هذا لين هو راد هو حقق الهدف النفسي. نعم. انا اعيد الكلام لكل ابناء الشباب والطلاب وكنت انا اتحدث وياهم كمدير عام تربية الكرخ الاولى اقول لهم اخواني السهر عوفوه متابعة التواصل الاجتماعي عوفوه. نعم. فترة الامتحانات عوفوها ال- 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 السهر والطلعات وعدم متابعة الكثير من الأولياء الأمور أنا أقول لك هو هذا دليل على أنه الأسئلة راح تكون صعبة والمنهج صعب وأنا راح أنطيك أنا في تربية الكرخ الأولى. نعم. هسا عندي أكثر من 700 طالب معدلاتهم فوق 90. نعم. ردنا نكرم الأوائل ما قدرنا لأن أعداد كلش ضخمة من عندهم بالمناسبة. طيب أوكي. وأعداد طلعوا بمعدلات عالية جدا. نعم. ومن أبو غريب يعني أحكي لك بصراحة. نعم نعم. يعني منطقة أبو غريب منطقة ريفية أيضا عندنا نقص بالمدرسين محاضرين يدرسون ينطون المواد عندنا نقص في بعض الجوانب أنا اللي أقوله يعني أستاذ نور الله يخليك خلونا نوعي الشباب. نعم. خلينا نثقفهم لأن هم لا زالوا يعني بس يردون حجج. فلان الأسئلة صعبة راح نباوع التواصل الاجتماعي كله أنا راح أجيب لك بالإحصائيات. نعم. كل مادة من المواد اللي تحدثوا بها البعض من الإخوان ها شوف نسبة النجاح عندنا بالدور الثاني إيش قد تعال لاحظ المعدلات اللي هسه راح تحير بها وزارة التعليم العالي من طلبتنا اللي حققوها. نعم. اليوم خلينا نكون إحنا منصفين. نعم. كل الجهات مسؤولة العائلة بالدرجة الأساس طبعا بالمناسبه يعني انا اقول لك هاي انا في احدى زياراتي لاحدى الدول المتقدمه بمجال التعليم. نعم. ترى 75% من متابعه الطالب ونجاحه وفهمه للماده على الطالب و25% على المدرس. لكن خليني اتوقف عند هاي النقطه سيد فلاح لان انا عندي محاور اخرى. نعم انت وضحت فكرتك. نعم. وصلت يعني هذه. نعم. الفكره لكن اليوم نذهب. نعم. الى البيئه التعليميه هل اليوم البيئه التعليميه المتوفرة للطالب العراقي الشاب خلينا نقول من المتوسطة فما فوق هل هي بيئة تعليمية صحيحة؟ سمعت إلى بعض كلام الطلاب اللي ما تحدثوا عن المناهج لكن تحدثوا عن كل صف ب 50 و60 و70 طالب عملية إدماج التوقيتات بالنسبة للمدارس. نعم. هذا أيضا يربك الطالب وهذه البيئة هي من تجعل الطالب له رغبة بالتعلم أم بعيد عن هذه الرغبة بسبب الظروف. اليوم دور وزارة التربية عن هذا الموضوع وين؟ نعم هذا كلامك صح. نعم نعم يعني بالتأكيد هذا أيضا هذا يعني إحنا ما ننكر. نعم. البيئة المدرسية مهمة جدا. نعم. خصوصا أعداد الطلبة خصوصا المدرس من يجي يدرس من يلقي صف 30 أو 40 واحد مو مثل ما يطب ب70 واحد. إحنا ما راح نعمم يعني بالحقيقة إحنا عندنا بالمركز أكو مدارس نموذجية. نعم. لكن أنا أقول لك فوق الـ يعني خلينا نقول 60% مدارسنا مكتظة منذ 2003 وهذه نسبة عالية جدا تعتبر. نعم
ما انبنت عندنا مدارس. نعم. ما انبنت عندنا مدارس سوى على قد اصابع الايد. وبالتاكيد انت مثل ما تفضلت بالتقرير مالتك انه عندنا نمو سكاني باعداد يعني كثيره. انا سمعت يعني التقرير وزاره التخطيط اكثر من 3.5%. نعم. يعني زياده نفوس العراقيين وزياده نمو السكان. نعم. احنا بالمقابل ما عندنا لا عندنا شوارع تبلطت ولا زادت مستشفياتنا. نعم. ولا زادت مدارسنا. احنا هذا نعترف بها، لكن بشكل عام احنا يعني خلينا نقول يعني المصطلح اللي نقول عليه توالمنا ويا الوضع، يعني اندمجنا ويا الوضع الحالي، والمدرسين دي يبذلون جهود. طيب. الخميس والجمعه والعطل. نعم. والمناسبه. لكن هل تقول لي هذا الحل؟ بالتاكيد هذا مو صحيح. اكيد مو صحيح. انا كنت اتمنى يقعد ويانا ضيف اخر من مجلس النواب العراقي. نعم. ونساله ونسال الكتل السياسيه التي لا زالت لحد هذه اللحظه ما اتفقوا على وزير. نعم. يعني عبر وهذه مشكلة سياسية بحتة. نعم. ووزارة. نعم. التربية. وهذا طبعا بالتأكيد الوزير احنا نريد نعرف شنو سياسته. احنا ما عندنا استراتيجية يعني واضحة بالتربية. طيب. وبالتعليم. استاذ فلاح. حتى نعرف احنا مستقبلنا وين رايح. نعم. واضحة فكرتك. اليوم انا ايضا. نعم. هناك مشاكل عديدة. انت اوضحت في كلامك، في معرض كلامك، انه الطالب هو دي يتحمل، او هو الطالب يقول هي صعبة لانه هو ما يدرس، ما يهتم، العائلة العراقية ما مهتمة بهذا الجانب ايضا، فالكثير يشكو من صعوبة المناهج وإلى آخره. لكن اليوم خليني أسألك، اليوم إحنا شاهدنا طلاب المدارس خرجوا بالتظاهرات، والمعلمين خرجوا بالتظاهرات، والكل يشكي والكل يشتكي من الحال الآن موجود. هذا أنت في أي زاوية ترميه، أو في أي جهة تحمله؟ خاصة إحنا أيضا نسمع في كثير من الأحيان أن الميزانية لا تكفي وزارة التربية، الأموال المخصصة للتعليم العالي أو لوزارة التربية لا تكفي، وبالتالي هذا يمكن ده يوضح يعني نوعا ما ده يثبط بعض المحاولات من أجل النهوض. أيضا ما شاهدنا هناك استراتيجيات واضحة لليوم. إحنا ما نعرف شنو استراتيجية الدولة بالنسبة للتعليم، ومن هذه الأرقام التي تظهر بزيادة الأمية وغيرها لليوم إحنا ما شفنا تحركات واضحة للعيان يحسها الشاب العراقي، الطالب العراقي، على في المجتمع. يشاهد هناك بناء، يشاهد هناك. تفضل. كل اللي قلته استاذ نور يعني بالتاكيد هو صحيح. نعم. احنا يعني هسه لو تجيني لي تقول لي شنو مشاكلك، راح اقول لك اول شيء الاراضي. نعم. ما عندي اراضي ابني بها مدارس. عفوا. نعم. كل الاراضي اللي موجوده في بغداد تابعه قسم من عندها للماليه، قسم من عندها الى الزراعه. نعم. قسم من عندها الى وزاره النفط، قسم من عندها الى وزارات البلديات. احنا كوزاره التربيه ما عندنا قاعد نبني عليها، هذا واحد. اثنين، الجانب الاخر يعني يمكن بس هاي السنه منذ 5 سنوات الماضيه. نعم. ما جتنا ميزانيه نقدر نعمر بها مدارسنا. يعني احنا معتمدين على اولياء امور الطلاب من خلال تفعيل دور مجلس الاباء والمعلمين. نعم. يعني انا من خلال قناتكم الكريمه اشكر جزيل الشكر والتقدير، ونحكيها بكل صراحه، لولا مجالس الاباء والمعلمين ولولا المنظمات اليونسكو ومنظمة اليونسيف والهجرة الدولية وبعض المنظمات اللي أعتذر أخاف ما أذكر اسمها. نعم. لولاهم يمكن ما كان أيضا يعني حققنا جزء من هذا ما راح أقول إنجاز، لكن جزء من الواجب. نعم. الواجب الوطني. نعم. إذن مشكلتنا إحنا الأراضي بالدرجة الأساس، ما عندنا أراضي نقدر نبني عليها. الجانب الآخر هو التخصيصات المالية، وهي مشكلة كبيرة. لكن أيضا مليارات صرفت أستاذ فلاح، مليارات صرفت، يعني هاي المليارات لم تخدم العملية التعليمية بمعنى صحيح، المعنى للتعليم اللي يخرج لي شاب ثقافة واعي. أنا أنت تحكي لي تقول لي إيش قد جتك فلوس أنت. نعم. من التربية، أقول لك ولا دينار. نعم. يعني هاي المليارات وين؟ توضحت. نعم. لطباعة الكتب. بالضبط. توضحت الصورة أستاذ فلاح. أنا آسف على مقاطعتك، لكن هذا ما يسمح. نعم. به الوقت. شكرا جزيلا لتواصلك وتواجدك معنا في برنامج شباب التغيير، على أمل إن شاء الله نلتقي لاحقا في مواضيع أخرى أيضا تخص الشباب من الناحية التعليمية. السيد فلاح القيسي مدير عام تربية الكرخ الأولى، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، كان هو حديث أحد مدراء العامين، وهو يقر تماما بكل ما جاء من معلومات، وهو يقر تماما أن هناك مشكلة كبيرة، ويقر تماما أن الكثير من الأمور، لكن الحلول مفقودة غير واضحة، وبالتأكيد هو الموضوع المالي. وأيضا أنا بوجهة نظري أيضا هناك التخطيط
رؤية الدولة غير واضحة لليوم بالتعليم وكيفية مكافحة العديد من الأمور. خليني الآن أروح أنتقل إلى بعض الصور من جهاز الإحصاء المركزي يوضح العديد من المعلومات. خليني أبدي بالصورة الأولى. مثل ما تشوفون هذه معدلات الالتحاق الصافي الحكومي والأهلي والوقف، يقصد به الوقف السني والشيعي، حسب الجنس والمرحلة للعام الدراسي 2016-2017. طبعا هذه جزء من تقرير صادر الإحصائي بالنسبة يخص العملية التعليمية لعام 2018، لكن في وسط التقرير لا يذكر أين وصلت النسب هذه في عام 2012، وإنما مكتفين فقط ب 2016-2017. شو تقول؟ طبعا هذه الفئة هي من 12 إلى 14، هي المرحلة الانتقالية اللي أنتقل بها إلى مرحلة الشباب. نشوف الذكور معدل الالتحاق 56%، معدل الالتحاق بالنسبة للإناث 54%، معدل الالتحاق يعني المجموع بالكامل نسبة المئوية 55%، أي هناك أيضا نصف العدد هو غير متواجد، وأيضا هذه مشكلة. عندما يتأهل الشاب إلى مرحلة عمرية جديدة مثل ما تشوفون الإعدادية من 15 إلى 17 سنة، معدل الالتحاق يقل تقريبا إلى النصف، كان هنا 56 لكن الآن يقل إلى 28% فقط من الشباب المتواجدين المفروض يتواجدون بهذه المرحلة ويلتحقون بمدارسهم وإعدادياتهم ومختلف الأمور التعليمية. الإناث أيضا قلت نسبتهم إلى 31%، المعدل العام لهؤلاء هو 29.6%. 70% وين؟ مدى يلتحقون؟ إذن هذه أيضا مشكلة على الدولة أن تعالجها، لكن المشكلة بالمسؤول. المسؤول عادة يحاول أن يلقي اللوم على أمور هنا وهناك، لكن الأهم من كل ذلك هي في طريقة معرفة المشكلة. إذا عرفت المشكلة وشخصت بطريقة صحيحة يكون عملية الحل أسهل، وتوضع الحلول والبحوث والدراسات، وهذا دور مراكز البحوث التابعة للدولة، كيفية تجري هذه البحوث بالصورة واقعية وتضع لها الحلول الناجعة. طيب أروح إلى أيضا لقاءات أخرى لبعض شبابنا من كل المحافظات العراقية وما يعانون في التعليم بشكل عام، دعونا نشاهد. طبعا بصراحة من عام 2003 أو حتى قبل 2003 هم يعني كان أكو تأثيرات بالجانب التعليمي على مستوى العراق كله بسبب انهيار هاي المنظومة، لأنه المعلم من يحتاج الطالب أعتقد أنه التعليم يتأثر بشكل طبيعي. ما بعد 2003 كانت انتكاسة كبيرة للتعليم بسبب المناهج اللي تغيرت، بسبب الوضع اللي تأثرت به المدارس، بسبب الدمار والخراب اللي شهد العراق بالكامل أثناء دخول القوات الأمريكية والمعارك اللي صارت بعدها داخل المدن. هذا كله أثر على الدراسة والتعليم. محافظة الأنبار بشكل عام منذ 2003 لحد الآن ما قامت لها قائمة التعليم ولحد هذه اللحظة، لأنه المنظومة التعليمية تعيش بأسوأ حالاتها. بالنسبة لواقع التربوي ومحافظة الأنبار مأساة وكلش، يعني من يبدأ العام الدراسي لا مستلزمات للطلاب، يعني الطالب هو يبدي يجيب ملازم، يبدي هو اللي يستنسخ كتب مدرسية. وبالنسبة نقص بالكادر التربوي، كادر التربوي به هواية نقص اكو بيهم بمحافظات الشمال. الواقع التربوي في محافظة الأنبار وعموم العراق يعني ما نقدر نتحدث، لان واقع مزري جدا. الواقع التربوي بمحافظة الأنبار يعني لا يوجد أقلام، لا يوجد مساسح قرطاسية عموما ما موجودة بمحافظة الأنبار. الموضوع يعني الكتب تقدر تستنسخ، احنا من يجي العام الدراسي نبدي تعد الويلات يعني على رب الأسرة، يعني يقوم ملابس للأطفال أقلام ومساسيح وقرطاسية، وبعدها شو يقوم؟ يعني هاي الحكومة، هاي لازم الحكومة توفرها. الحكومة لا، ما توفر لك كتب، تروح تسحب الكتاب اللي بخمسة واللي بعشرة. بعد هذا شو تسوي؟ شو اسمه الدراسات الخصوصية، وبعدها الملازم. فاحنا نطالب الحكومة شوية خلي يعينون، يحطون بالهم شوية على الواقع التربوي وعلى وزارة التربية خصوصا. بالنسبة للمدارس الحكومية سقط الطالب بكل طريقة حتى تستفاد المدارس الأهلية. يعني الطالب مستواه تعبان، يعني حتى لو هو ناجح وثاقب نفسه يتعبونه بأي طريقة حتى تستفاد المدارس الأهلية.
يعني كانت هذا جزء من الآراء. بالفعل قد تكون البعض حقيقية من هذه الآراء والبعض الآخر ممكن يكون غير حقيقي وغير صحيح. وأيضا اليوم الدور العائلة العراقية مهم جدا في متابعة أبنائهم، متابعة دروسهم، تقيمهم، تضع لهم منهاج صحيح بصفتهم هم الراعين الأول. احنا راح نضم معنا بعد قليل إن شاء الله ضيف آخر، لكن بعد هذا الفاصل. سريعة وعاصفة تأتي أيام العراق، وجوه تتغير، ملامح تندثر، وخطوات تتقاطع، أحداث تتوالى، وشخصيات تتصارع. وإنسان ينوء بأعباء ثقال. سبعة أيام، نظرة على العراق بعين صافية. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. عادة البيئة هي مهمة جدا، عندما تتغير البيئة وتوفرت بصورة يعني جيدة للشاب ممكن أن يحقق. أحكي لكم هاي القصة بصورة سريعة. محمد شاب يافع، قصة حقيقية. محمد شاب يافع كان يعمل بفرن صمون بالموصل، فجأة وفي العام 2013 قرر أن يهاجر إلى خارج العراق بسبب الظروف المتعبة التي كان يعاني منها والفقر والحاجة، وكان يعمل في فرن صمون. بعد خدع القشقشية وحاول وصل الفنلندا. من وصل الفنلندا مباشرة بعد 7 أشهر أتقن اللغة، دخل يدرس الهندسة الوراثية أيضا، وبدأ يحصل وحصل على شهادة عليا، واليوم هو من الطلاب المتفوقين بهذه الطريقة البسيطة. يعني خلينا نقول مجرد ما تغيرت البيئة، مجرد ما توفرت له الظروف، أصبح محمد أحد الناجحين في عالم التعليم، وحصل على شهادات عليا في مجال الهندسة الوراثية. هذا أبسط شيء اليوم إحنا نبحث عنه. ليش الطالب العراقي أو الشخص العراقي عندما يهاجر يحقق كل ما يريد، عندما يهاجر يصبح من المتميزين؟ ليس الجميع لكن نسبة عالية جدا، المهندس، الدكتور، الطبيب، في كل المجالات العراقي يتميز في خارج بلده، لكن في داخل بلده يعاني الأمرين، الظروف الحياتية الصعبة والفقر والعامل الاقتصادي اللي يدخل مباشرة، وأيضا عامل آخر هي جودة التعليم، جودة التعليم المتوفر اليوم بالمدارس الحكومية هذا مفقود، والدليل مؤشر دافوس مثل ما قلنا قبل قليل، عرضنا لكم هذه المعلومات. الآن ينضم معي من بغداد أيضا السيد لؤي لطيف داوود، وهو أحد التربويين. أرحب بك أستاذ لؤي، سعيد جدا بلقائك وأهلا بك في برنامج شباب التغيير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ نور، لك ولقناتكم العزيزة والجمهورنا الكريم، وعيد أضحى كريم على كل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذ لؤي. اليوم أنت أحد التربويين المعروفين، وأيضا يعني العملية التربوية والعملية التعليمية في العراق تعاني ما تعاني الكثير من المشاكل السلبية اليوم ألقت بظلالها على التعليم. والأرقام الرسمية بالنسبة لجهاز الإحصاء المركزي التابع لوزارة التخطيط، أو بالنسبة للتقارير العالمية لليونسكو، اليونيسيف وغيرها، هيومن رايتس ووتش، كلها تؤشر هناك انحدار خطير في العملية التربوية. منهم من يلقي اللوم على الأجهزة التدريسية وعدم تطورها ومواكبتها، منهم من يلقي اللوم على الطلاب، منهم من يلقي اللوم على الدولة اللي تتحمل الجزء الأكبر، منهم من يلقي اللوم أيضا على عدم توفر للبيئة الصحيحة لا بالنسبة للتربوي أو للمدرس أو المعلم ولا حتى للطالب. تفضل. صحيح أستاذ، كل هاي المواضيع اللي تطرقت لها كل هاي احنا مشخصينها مع بالوقت خاصة هاي السنة. يعني هاي السنة أنا أضم صوتي الأستاذ فلاح أيضا نفسه حدد المشكلة أنه مو المناهج الرئيسية هي كل مشاكل الجامعات، بس السبب الرئيسي، السبب الرئيسي اللي احنا شخصناه من بعد نصف السنة. نعم. من بعد نصف السنة احنا شخصناه أنه أكو حالات هبوط بالمستوى الدراسي. نعم. ب 12 مدرسة سوينا إحصائية، كل الطلاب ذولا بنفس المدرسة كلهم المستوى هم الدراسي منخفض، هم
مشتركين بالعاب البوبجي والوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وهذا السبب الرئيسي اللي هو اللي خلى اكثر تلاميذنا يدورون. طيب خليني اقاطعك بهذه النقطه استاذ دعاء، حتى الاطفال اذا نشوفهم. نعم استاذ دعاء، انت ذكرت نقطه مهمه، يعني انا اذا اسمع وكانه اللوم فقط على الطالب، اللوم فقط على الشاب. نعم الشاب قد يتحمل جزءا، لكن اليوم من خلال اسماء الوزارات، وزاره التربيه وايضا وزاره التعليم العالي، اين البحوث التي توضع واين الاستراتيجيات واين الخطط اليوم اللي بحثت حد من هذه الظواهر وتساعد المجتمع وتساعد العوائل في اطلاق حمله توعيه كبيره جدا بحيث انه نتخلص من هذه المظاهر السلبيه؟ وهذا طبعا لا ينهي المشكله بالتاكيد، يعني الموضوع مو بس بوبجي وتواصل اجتماعي، هناك مشاكل في خصوصا داخل العمليه التدريسيه. احسنت، هو فعلا انه اكثر مشاكل يعني اللي درسناها هي مناهج، نعم، عدم متابعه الاهل، وسائل التواصل الاجتماعي، نفور اكثر الشباب بالوقت الحاضر يعني من الدراسه. نعم. يعني يقول لك انا دا اشوف الاكبر من عندي مثلا شهاده وكذا، هو قاعد عاطل بطال. نعم. يعني هاي اكثر، يعني هاي من الوسائل. بس هسه اكو حرب يعني على شبابنا. من هذه الحرب؟ صراحة التعليم بصورة رئيسية. من هذه الحرب؟ أنا أقول لك حرب، نحكيها بصراحة حتى نكون إحنا صريحين. يعني أنا أقول لك هي السرطان يتغذى، يعني الله يشفينا ويشفر شر المشاهدين. نعم. على مادتين اللي هي البروتين والسكر. نعم. اقطع عنا البروتين والسكر ينتهي مرض السرطان. نعم. إحنا سرطان العراق، هو سرطان العراق عندنا هو الأحزاب. نعم. الأحزاب يا أخي ده تتمول على مادتين اللي هي الفلوس والموارد البشرية. الفلوس اللي هي من خلالها ده تقوي دعمها وده تقوي مؤسساتها وده تسحب الشباب، يعني ما انت تتوقع انه اكو دكتور يروح مثلا بغير جهة؟ نعم. او تتوقع انه اكو استاذ يروح بغير جهة؟ نعم. او ينتمي لهيك الاحزاب او الميليشيات، خلينا نحكيها بصراحة. نعم. لا، هذا الاستهداف المباشر للشباب هو اللي يخلي نفور الدولة. إضافة تشوفها تتحرك بهذا الطريق الدولة، ولو هي صح مشكلة من الأحزاب، ماكو لكن تحرك. اليوم كخطط الدولة تتحرك كخطط، أي خطة ماكو، أي خطة ماكو. أنا أقول لك يا صاحبي قدام كل العالم، هاي أي خطة ماكو مدروسة من وزارة التربية. نعم. باستثناء بعض الخطوات من قبل المشرفين، من قبل مدراء التربيه اللي هم جهود ذاتيه، يعني الناس جهود ذاتيه، زيارات. نعم. على المدارس. نعم. جهود ذاتيه، رحم الله وديك. نعم. ما يقدرون، لان الوزاره بدها تغير مناهج وبدون علمنا وبدون علم المدراء التربيه ولا المشرفين ولا اطلاعهم. نعم. دت اهمال للمدارس، ودنا نكتب المدراء، احنا عندنا تواصل وياهم مدراء التربيات، يكتبون يقولون بدنا نعاني، احنا مدارسنا مو مؤهله انه تربويا حتى تستقبل طلاب وبعدات كبيره. نعم. يكتبون يقولون يابا الكهرباء ما موجوده، المي ما موجود، وسائل. اكيد هاي كلها تاثر على الطالب بالتاكيد. يعني كل شيء معدوم. طيب استاذ دعي، هل التعليم تأثر. هل التعليم اليوم، يعني التعليم الموجود الآن في العراق، يوفر فرصة حقيقية يعني حقيقية للشباب للمعرفة بشكل عام، للثقافة؟ اليوم البيئة التعليمية، الوضع التعليمي في العراق اليوم هذا موجود لو احنا نفقده؟ واليوم الأمية بين الشباب ازدادت، اليوم 8.3% من الشباب هم أميين، غير يعني هاي بس مرحلة الشباب، أما النسبة هناك تقارير غير رسمية تقول 47% من المجتمع العراقي ممكن أن يكون هو يعاني من كثير من امور معينه بالاميه، وبالتالي هاي مشكله، من يحل هاي المشكله؟ استاذ نور، يعني احنا نعرف مشكلتنا هاي، نعرفها كل زين، نعرف. نعم. انه الشباب يعاني، بس من ماكو داعم للشباب، ماكو داعم للشباب. نعم. اللي يدعم الشباب اللي هي الاحزاب اللي تسحبهم وده تجيبهم وده تخليهم يفشلون بالمدارس وده تهيئ الفكر مع الاسف السيء. نعم. حتى تسحب الشباب الخارج المعترك التربوي. نعم. زين منو يفكر بالشباب؟ الاب ايس من ابنه. نعم. لانه هم دي يقول لك انا هم بكالوريوس وانا قاعد هم حالي من حاله. نعم. لو الام اللي نفس الحاله، هم يعني انا ابني هسه واحد من الناس صف السادس يقول لي بابا انا اذا تخرجت شو اصير؟ يعني هذا هدف، ما هدف بالحياه ماكو. احنا قبل كنا عندنا هدف بحياتنا، نقول انا راح اوصل، راح اخذ شهاده، راح القى التعيين قبالي موجود متوفر. نعم. ان كان دكتور وان كان معلم وان كان ضابط وان كان اي وظيفه. نعم. يدرب نفسه انه بس يخلص المدرسه انه راح يروح يتعين.
هسه مو من يوفر هذا الفرص التعيين؟ من يوفر لهم؟ معناها انت مشكله رئيسيه طبعا، مو مشكله رئيسيه. اذا هذه المشكله تبدا من اعلى الرحم. اذا شوف مهندسين، مهندسين نايمين بالشوارع ما حد يقلبهم، ما حد يقلبهم، ما صار لهم شهر هسه ما معتصمين بالشارع، ما حد يقلبهم. هذا الشاب يعني هذا افهم من كلامك استاذ لؤي، استاذ لؤي اذا سمحت لي، يعني افهم من كلامك انه غياب هذا الطموح وهذا الحلم وعدم معرفة أين سأذهب بعد التعليم، هذا أثر أيضا على الطالب في إقباله على التعليم، وبالتالي هذا يودينا إلى جانب آخر ممكن راح ناخذ إن شاء الله في الحلقة المقبلة، وهو البطالة وتوفير فرص العمل وإلى آخره من هذا الجانب. لكن خلينا نبقى بالعملية التعليمية أستاذ لؤي. اليوم إحنا نعاني يعني بالعديد من المحاور، محاور مثلا المناهج قلنا يمكن هالسنه انحلت المناهج طبيعيه، لكن بالسنين السابقه كنا نعاني من تغيير المناهج المستمر، هذا اثر ايضا على فئه كبيره من الشباب بالفتره الماضيه. ايضا البنى التحتيه اليوم بالنسبه للتعليم بنى تحتيه يعني تحتيه متعبه جدا، مرهقه جدا. الموضوع الاخر غياب البحوث التي تدعم العمليه التعليميه من خلال دراسه الواقع بصوره جديده. هذا الموضوع اليوم هل برايك هل هو من اختصاص فقط وزاره التربيه، ام هناك يعني الدولة بشكل عام، وزارة التعليم تدخل فيه، الجامعات العراقية، البحوث اليوم الموجودة والتي تطلق هنا وهناك في كل المراحل والكليات، احنا ما نشوف اكو بحوث مثلا ممكن تستفاد منها الدولة، الشباب يسووها وتستفاد منها الدولة وتطبق على ارض الواقع. استاذ نور انا قلت لك بداية كلامي، قلت لك احنا من صارت عندنا هاي السنة نسبة اخفاق بالتعليم يعني بالنجاح، احنا راسا سوينا دراسه، عندنا خصائص اجتماعيه وعندنا اساتذه كفاء. نعم. يعني جمعنا اكثر من 12 مدرسه اهليه، سوينا احصائيه ليش هالسنه ذول الطلاب منخفضه، ليش اذا تحضرك هذه الاحصائيه يا ريت تعطيني الاسباب استاذ لؤي. الاسباب السبب الرئيسي يعني 90% 90% من عندهم هي الالعاب الالكترونيه. نعم 90%. طيب 90% يعني معناتها ضيف لها عدم متابعه الاهل. نعم اوكي، يعني معناته الامور الاخرى، الامور الاخرى، البيئه التعليميه، جوده التعليم، الطلاب اللي 70 واحد بالصف. نعم انا اقول لك يعني مثلا المدرسه الوحده بها 3 شفتات دوام، يعني معدل الطبيعي للدراسه هي 8 ساعات، لكن بالعراق يقول وصلت لاربع ساعات فقط بسبب هذا التداخل. يعني هسه انت طالب يداوم الساعه 8 يطلع الساعه 12، هذه مشكله طبعا ما يلحق. اكيد اكيد زين، ويجي يجي بعدين طالب ينتظر راح يطلع هسه راح يلقى الهوسه قباله، وبعدين يطلع طلاب يجون بمكانه، وبعدين يرجع ذاك الطالب هم. اذا يعني اللوم الرئيسي، خلينا نوصل لنقطه حتى تجي وجبه ثالثه استاذ لؤي. يعني النقطه الرئيسيه، يعني اني من اروح المدرسه تعبانه، ومن اروح لبيئه تعليميه تعبانه، واروح اقعد كل 4 طلاب برحله وحده، واروح اني بصعوبه اوصل خصوصا ايام الشتاء والامطار والشوارع فايضه، ومن اروح يعني حتى يعني الطالب يبدا يمل من هذه العمليه. يعني اقصد انه الطالب لن حمله اكثر ما هو، يعني انا دا استشف من كلامكم انه هو طالب يتحمل كل شيء، وكانه الطالب فقط هي الالعاب الالكترونيه هي التي تتاثر. نعم هي جزء من المشكله، لكن المشكله الاكبر اليوم هي اكبر من العاب الكترونيه والسوشيال ميديا. استاذ نور، نعم. يعني انا بجيلي وجيل يعني جزء اللي وياك وجزء انت مرتين من الشباب خلص الدراسه وتعبت. نعم. على نفسك. نعم. يعني من درسنا، والله انا درست علاله، كنت اقرا ليش كنا درسنا على 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 اللاله وعشمها. نعم رحم الله والديك، وكنت اخذ الكتاب مالتي اذا تطفى الكهرباء اروح اقرا بالشارع، جوالي ناره ما الشارع، لكن في سبيل انه ما عرف الدراسه. طيب هسه منو نعم. من الطلاب هسه تلقاه لازم الكتاب ساعه، نتوسل بهم نقول لهم الزموا كتابكم ساعه بس وقروا تنجحون. طيب معناته هنا ندخل الى جانب اخر استاذ دوري. انا ما اقول الطالب، انا ما اقول استاذ نور. نعم. ما اقول انه كلمه تلميذ، انا اقول لك الوزاره لعبت دور كبير، المدارس لعبت دور كبير، الاستاذ لعب دور كبير، والطالب لعب دور كبير، والاهل لهم دور. يعني الكل شاركوا. لكن اليوم الكل يتظاهر، المعلم يتظاهر والطالب يتظاهر والكل ده يتظاهر على على الوضع على الوضع المزر. معناتها انتقل الى جانب اخر مهم اليوم، العمليه التوعويه داخل وزاره التربيه وبحوثها اللي انت يعني ذكرت جزء من عدها اليوم، الم يحن الوقت اليوم انه نذهب الى طرق تدريس جديده؟ اليوم انت تشوف انظمه التعليم مثل اي جي اي والسات في العمليه الاعداديه، السات الامريكي، النظام الامريكي والنظام البريطاني الاي جي ايضا، اليوم احنا بعيدين عن هذا الجانب، تستخدمه فقط المدارس الاهليه. ليش احنا اليوم لحد الان طرق تدريسنا هي من الطرق القديمه، صبوره وطباشير، مع العلم العالم وصل الى السمارت بورد،
أني أشرح على الطالب، أدخل التكنولوجيا في عملي بحيث أخلي هذه التكنولوجيا الموجودة اليوم هي بصورة إيجابية وفاعلة تساعد الشاب، وعلمه أن السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي هو لمساعدتك ولتطورك وليس فقط جانب سلبي. في كل شيء هناك جانب إيجابي وجانب سلبي، لكن هذا اليوم ما موجود، اليوم هذا ما موجود في التعليم العراقي. والعراق دولة غنية، المفروض إحنا أول من يدخل هذه الأمور إلى العملية التعليمية. حسنت أستاذ نور، إحنا قبل سنتين دخلنا هاي الوسائل التعليمية الحديثة كلها المدارس الأهلية. إحنا برابطة بغداد مدارس الأهلية شرعنا بهذا المشروع وباشرت به كل أكثر 90% من المدارس الأهلية دخلت كل وسائل التعليمية الحديثة بالدراسة. نعم. بس تحاربنا من وزارة التربية. نعم. ومن الوزارات الباقية. نعم. يعني طيب. انشنت علينا حرب مش حيل جدا ضروس. ليش؟ لأن حسوا إنه أكو ناس راح تشتغل يعني ضدهم. يحسون إنه راح ننشئ جيل. عفوا لما أسمع من هو الذي بدأ يحاربكم بعدما تدخلون الوسائل التعليمية الحديثة؟ وزارة التربية والناس. وزارة التربية. أول مؤسسة حاربتنا هي وزارة التربية. شنو الأسباب؟ خلينا نقول شنو الأسباب الظاهرية. أول ما حاربونا عدم تجديد الإجايز. نعم. ثاني شيء ما سندونا ويا باقي الوزارات، قام يجيبوا البلدية يسد المدرسة علينا. نعم. قام يجيبوا الأمانة يسد المدرسة، أبو الكهرباء قام يجي يقول سدوا المدرسة، أبو الدفاع المدني يجي يقول سدوا المدرسة. نعم. ما افتهمنا، قام ياهو اللي يجي حشم، أنا أقول بوجهه يدمغ أبوي بينا. نعم. فما يعني إحنا تعرضنا للحرب كل شيء قاسية، يعني إحنا سببها هسه إحنا اكتشفنا هذا الموضوع، هو سببها لأنه إحنا هسه بدينا نتجه باتجاه صحيح، ما يردون نمشي نشتغل بالاتجاه الصحيح. لكن ايضا يعني التعليم الاهلي صحيح. ايضا التعليم الاهلي ايضا فيه مشاكل عديده، اصبح ايضا تجاره يعني خاليه من 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 من, من فحوى الموضوع التعليم. هناك مدارس اهليه كانت نسب نجاحها 0%، وبالتالي يعني ايضا الطرفين ممكن يتحمل هذه الامور. استاذ نور فعلا اكو مدارس هسه الربح مالها، احنا بعض بدينا نشخص هاي المدارس برابطه مدارس بغداد. شكرا. بدينا نشخص هاي المدارس اللي جايه فقط لاغراض الربح. نعم طبعا، شكرا جزيلا. نعالج هاي الحاله العفو. شكرا، اسف على مقاطعتك لكن هذا ما يسمح به الوقت. سعيد جدا بتواجدك معي استاذ لؤي، شكرا جزيلا لتواجدك في شباب التغيير، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، يعني كان ودي هناك الكثير من المعلومات أيضا ممكن أطرحها، اللي هي مثلا واقع التعليم في العراق وكيف كان التعليم قبل عام 1991. كان أيضا هناك نسب مهمة جدا، كان ينافس الدول الإسكندنافية في عملية التطوير وجودة التعليم اللي نتحدث عنها. أيضا بلغ الإنفاق كان في تلك الفترة أكثر من 6% من ميزانية الدولة على التعليم، وكان يصرف على الطالب الواحد في ذلك الوقت 670 دولار تقريبا، وبالتالي يعني هذا شيء كبير. أيضا 20% من ميزانية الحكومة بشكل عام كانت تصرف على التعليم. اليوم إحنا ميزانياتنا التي تصرف على التربية والتعليم تعاني ما تعانيه وقليلة، وأيضا أغلبها تذهب إلى الأمور التشغيلية، ميزانية تشغيلية، ومتناسين عملية التطوير وعملية الارتقاء وعملية، لكن يعني هذا هو واقع التعليمي. إن شاء الله تكونوا يعني قدمنا بعض الأمور اللي ممكن استفادته من عندها، وايضا يعني وصلنا اصوات البعض من الهموم ايضا من مشاكل الشباب. اذا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله التقيكم الاسبوع المقبل، تقبلوا مني تحياتي، انا معد ومقدم البرنامج نور نزار، يحييكم، الى اللقاء.